بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين عشان بدايه الصيام الكبير. ربنا يدينا الحكمه في الصيام لانه احنا في سفر الحكمه، ومجرد التامل والتركيز في كلام الانجيل يدي حكمه مع الصوم والصلاه. في ناس سالت هو احنا بنقرا من فين؟ جايب لكم كذا طبعه، يعني أسفار القانونية الثانية بتاعت مطرانية بني سويف، والأسفار القانونية الثانية بتاعت مكتبة المحبة، والأسفار القانونية الثانية بتاعت ماري جرج سبورتينج، هي نفس الكلام، وكلهم فيهم مقدمة 10 صفحات. أتمنى لأي حد يقرأ أي سفر قانوني يقرأ 10 صفحات دول الأول، لأنه بيستوعب مقدمة هامة في فهم ليه الأسفار دي مش موجودة في الطبعة البيروتية المعتادة اللي في ايدينا، والخلاف اللي على الأسفار دي زي ما حكينا المرة اللي فاتت. احنا في سفر الحكمة وقلنا دي منسوبة إلى سليمان، وإنها تجمعت في غالبا في القرن اللي قبل مجيء المسيح له المجد، لكن الكلام كله يرجع إلى سليمان، لأنه حتى في إصحاح 9 هتلاقوه بيتكلم عن نفسه، كلام اللي هيقوله لا ينطبق إلا عن سليمان بمعلوماتنا القديمة من بقية الأسفار. خدنا أول 4-5 أعداد من أول إصحاح أقراهم وبعدين نكمل. أحبوا العدل يا قضاة الأرض، اعتقدوا في الرب خيرا والتمسوه بقلب سليم، فإنما يجدوا الذين لا يجربونه، ويتجلى للذين لا يكفرون به، لأن الأفكار الزائغة تقصي من الله، واختبار قدرته يثقف الجهال. إن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطية. بداية الكلام هنا إن الحكمة تساوي معرفة الله، وإن الحكمة مرتبطة مش بشوية أفكار، بحياة الإنسان وسلوكه. فهنا بيبدأ أنه اعتقدوا في الرب خيرا، يعني صدقوا في وجود ربنا وصدقوا أن ربنا صانع خيرات، والتمسوه، يبقى الموضوع مش معرفة نظري، لازم في علاقة، في صلاة. وبعدين قال يجدوا الذين لا يجربونه، يعني اللي يثق في ربنا يلاقيه، اللي يتجاهل وجوده أو يشك فيه مش هيلاقيه. وبعدين قال الأفكار الزائغة تبعدك عن ربنا، وقعدنا نطبقها على السرحان وعلى التشتيت وعلى أفكار الزائغة تبعدك عن ربنا، إنما اختبار قدرته يجعلك مثقفا ثقافة روحية، يعني تبقى باصص على إيده بتعمل إيه في كل خطوة، فتبقى بتختبر قدرته في حياتك، مش مجرد معلومات عن ربنا. في ناس عندها معلومات عن ربنا، لكن في ناس شايف ربنا كل يوم، حاسس بيه، واخد باله من تدخلاته، سامع صوته. هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، هي دي الحكمة. بعدين عدد 4 يقول ان الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر. يعني ايه؟ ما تسكنش الحكمة في نفس مكارة. المكر او الخبث او الدهاء ده معناه ان الانسان له غرض وحش وسلوكه مش مستقيم. الحكمة غرضها حلو وسلوكها مستقيم، فما تتفقش مع شخص زي كده. فممكن يكون ذكي جدا ويسبق اخرين في ذكائه، لكن ده خبث. لو تلاحظوا القديس يعقوب في اصحاح 3 من رسالته، وده يمكن يأكد ان الاباء دول كانوا بيقروا كتب القانونية دي، كان يقول في حكمة أرضية نفسانية شيطانية مملوءة من كل خبث أو من كل مكر. فجايبها يمكن من هنا، أن النفس المكارة تدعي الحكمة لكن ده مكر، ده دهاء، ده أذى. وفي ناس كده تحسهم مؤذيين بذكائهم، طبعا ربنا مش فيهم خالص، دي مش حكمة حقيقية ونهايتهم وحش وما يعملوش خير في الآخر، يعملوا شر. فبيقول الحكمة ما تسكنش النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطيئة. من نهاية القرن الأول قبل المسيح
وطول القرن الأول بعد المسيح بدأت حاجة اسمها الغنوصية أو الأفلاطونية الممتزجة بحاجة اسمها الغنوصية، اللي هي إيه؟ أن بعض الفلاسفة اليونانيين كانوا يزعموا أنه ممكن الإنسان يتعرف على الحقيقة بعقله، أما جسده يبرطع في الدنيا زي ما هو عاوز. الجسد ده شر إنما العقل ده خير، فيفصلوا الإنسان اتنين. الثنائية دي تميز الفكر الفلسفي، ودي ضد المسيحية. ليه؟ لأن الآية دي تقول لنا مش ممكن واحد يبقى بيعرف ربنا صح وجسده عايش في الشهوات والخطايا. مفيش حاجة اسمها كده، حتى لو ذكي أو حتى لو عنده معلومات، الموضوع مش نظري. معرفة الله مرتبطة بطهارة الإنسان، فتلاقي إنسان تقي ونقي وجسده مقيد بمبادئه مش بغرائزه، ده يعرف ربنا بجد. فهنا بيقول الحكمة ما تسكنش في جسد يسترق للخطية. هنا من كلمة الرق، الرق اللي هو الاستعباد أو العبودية، يعني واحد عايش عبد للخطايا مهما قال كلام شكله كويس، دي حكمة بطالة. ده كلام براق كده بيلمع لكن مخوخ من جوه، مفيش حاجة جوه، كلها فلسفة زائدة. وكلمة فلسفة بتيجي في العهد الجديد كتحذير، لكنها مش مرفوضة ككلمة، لأن في الوصوفية في اليوناني حب الحكمة، فإحنا هنا بنعمل كده، إحنا قاعدين نحب في الحكمة دلوقتي، فإحنا كده كلنا فلاسفة مبتدئين بس بالمعنى الروحي السليم، إحنا بنحب الحكمة السليمة. إنما يقول مثلا القديس بولس: لا يسبيكم أحد بالفلسفة وبغرور باطل. يبقى واضح إن الفلسفة ممكن تسبي الناس، تضحك عليه، ولغاية النهاردة في كده. الحد عبارة عن إيه؟ فلسفة. ناس بتتفلسف فبتقول كلام كبير شكله حلو قوي، فتلاقي الشباب منبهر بالكلام ويبتدي يتشكك في وجود ربنا وفي الحياة الأبدية وفي الأخلاق وفي شعارات شكلها حلو، وأجسادهم رايحة فين؟ رايحة لعبادة الشيطان، رايحة للشر. فهنا بيقول الحكمة لا تحل في الجسد المسترق للخطية، لأن روح التأديب القدوس. ده أول مرة بقى يكلمنا عن الروح القدس، ويكلمنا كتير. سفر الحكمة سفر بيتكلم عن الروح القدس الساكن في الإنسان، إنه روح الحكمة لأن هو المسيح الحكمة، فيبقى الروح القدس روح الحكمة، يبقى احنا خدنا من المسيح روح الحكمة. وكل ما نبقى مسيحيين صح نبقى حكماء، لأن حكمة ربنا هتبقى مالية عقلنا وقلبنا، فتبقى حكمة نازلة من فوق، ما هيش حكمة معلومات ولا دراسات ولا خبرات. فبيقول لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش. يعني ليه سماه روح التأديب؟ لأن الروح القدس هو المؤدب. المؤدب يعني إيه؟ هو المربي، بتعبير القديس كليماندوس من القرن الثاني، كتب كتاب كبير قوي عن المسيح سماه المربي. فقال المسيح بروحه بيربي البشرية اللي إيه؟ اللي عاوزة رباية، يعني عاوزة تربية، لأن البشرية انحرفت، حادت عن هدف، تلوثت بالشر، فلازم لها اللي يربيها. فجي المسيح يربيها عشان يرجعها تاني لصوابها ويردها تاني للأبدية. فسماه روح التأديب، يعني الروح القدس يؤدب. يؤدب دي شبهها شوية كلمة يبكت اللي قالها المسيح ليلة صليبه، قال إن الروح القدس يبكت الإنسان، يبكت على بر وعلى دينونة وعلى خطية. يبكت على خطية لأن هم رافضين المسيح، وعلى بر لأن هم مش عاوزين يمشوا وراء المسيح ويبقوا أبرار بيه، وعلى دينونة لأن الشيطان دين وهم مصرين يمشوا مع الشيطان. فالروح القدس دائم التبكيت. يعني احنا لما بنصلي حلو في الصيام الكبير تلاقوا الروح القدس بيعمل ايه؟ بينخسنا، يبكتنا، يشكشكنا، يحركنا كده عشان المية راكدة جوه. الواحد راضي عن نفسه مثلا، لا عاوز يقول له كده غلط، كده ناقص، انت مش بتحب ربنا كفاية، مش بتحب الناس كفاية، مش بتصلي بحرارة، مش نقي زي ما المسيح عاوزك تبقى نقي. هنا ده روح التأديب،
عشان كده بيبقى زي النار، لأن النار تفضل تحرق وتكوي في الحاجات الغلط، تكوي الزبالة، تكوي القصدير اللي مع الفضة، تكوي الأمراض. أحيانا يبقى فيه أمراض خبيثة كده تبقى الروح القدس بيكويها. روح التأديب القدوس يهرب من الغش. يعني إيه؟ الروح القدس لو لقى واحد فينا غشاش عاوز يتلون كده قدام الناس يطفي فيه، عشان كده الكتاب يقول لا تطفئ الروح القدس. فهنا يهرب يعني ايه؟ يعني ما اشتغلش، حبش الجو ده خلاص. لقى واحد عمال يتفاخر الروح القدس يطفي، ما اشتغلش فيه. عشان كده لا تصدقوا شخص يزعم الروحانية، يعني الروح القدس بيحركه وهو يفتخر يتفاخر يتعاجب بنفسه. ما فيش حاجة اسمها الروح القدس، مش الروح القدس اللي بيحركه، الروح القدس ده روح التواضع. لأن التفاخر نوع من الغش. وأنت مين كإنسان عشان تفتخر بنفسك وتتعظم على الناس؟ أنت ناسي أنت مين؟ أنا وأنت تراب، هنغش مين يعني؟ هنضحك على مين؟ ما احنا الاتنين خطأ ونستاهل الهلاك. فهنا يهرب من الغش، يعني الروح القدس روح التأديب ما يشتغلش مع الإنسان المرائي الغشاش في طبيعته، اللي بيتاجر بالتقوى يعتبرها تجارة عشان يتكسب من وراها بريق أو فلوس أو، ويتحول عن الأفكار السفيهة. يعني الروح القدس ما ينفعش يبقى واحد عنده أفكار سفيهة تافهة مشغول بأمور لا قيمة لها ويبقى الروح القدس بيحركه، لا. عشان كده لما تقروا كتب الآباء الروحيين القديسين بقى عبر العصور كلهم تلاقوا كلامهم دايما روحي دسم، حدش بيقول كلام فارغ، حدش مشغول بأمور تافهة، ولا حتى ممالك الدنيا دي تشغلهم، ولا كنوز الدنيا تشغلهم، ولا أي كرامة في الأرض تشغلهم. يعتبروا كل دي أمور إيه؟ سفيهة، من السفه، السفه يعني السطحية أو التفاهة. وينهزم إذا حضر الاسم. ينهزم هنا مش بمعنى الروح القدس يتهزم، حاش، لكن لما تيجي خطية الروح القدس يحزن، ينسحب، يتوارى، ما يشتغلش في جو غير نقي أبدا. أي شركة بين النور والظلمة، فالروح القدس ما يشتغلش مع واحد دماغه حتفى شمال عاوز يأذي الناس مثلا، وبعدين يجي وعظ توعظ ده ايه، تيجي يصلي ما فيش صلاة ولا حاجة، منظر كله. لأنه الروح القدس هنا ينطفئ أو ينهزم، بمعنى أنه خلاص ما عادش له دور، يتركن كده. عشان كده تلاحظوا في العهد الجديد في ألفاظ دقيقة استخدمها الروح القدس للكلام عن الروح القدس، لما يقول لا تحزنوا روح الله، لأن الروح القدس يحزن في قلب الشخص اللي مش مشغول بالسماء ومشغول بالأرض فيحزن. يعني كلنا خدنا الروح القدس في الميرون بعد المعمودية، بس الروح القدس مش فرحان فينا كلنا، ليحزن لما يلاقيك بتكره أخوك، يحزن، يحزن عليك. لما يلاقيك الفلوس شغلك يحزن، ليه كده؟ يلاقيك كل اللي شغلك أكل وشرب وأرضيات، أنت ما تخلقتش عشان كده. فهنا أنت بتحزنه فبتعطل عمله. عشان كده في آية تانية تقول يقاوم الروح القدس. استفانوس في آخر جملة قالها قبل ما يسترشد، قال لهم أنتم دائما تقاومون الروح، ورجموه بعدها. ليه؟ لأن هو صوت الروح القدس، الروح القدس كان بيتكلم على لسانه، هم مش عاوزين يسمعوا صوت ربنا فرجموه. وهم بيدعوا ان هم بيحافظوا على يعني العبادة ويحافظوا على دينهم كيهود يعني، انما هنا كانوا يقاومون الروح. التعبير الثالث اللي هو لا تطفئ الروح، بيفكرنا ان الروح زي النار، فانت بتطفي النار اللي بتنظفك اللي بتنقيك اللي بتخليك منور زي ربنا، تطفيها تاني بالغش بالرياء بالدنس بكل الحاجات. نقولها تاني الآية، لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش ويتحول عن الأفكار السفيهة وينهزم إذا حضر الاسم. إن روح الحكمة محب للإنسان فلا يبرئ المجدف مما نطق، لأن الله ناظر لكليتيه ورقيب لقلبه لا يخفل وسامع لفمه. يعني إيه؟ بعد ما قال ان الروح القدس روح التأديب قال عليه روح الحكمة،
روح الحكمة بيحب الإنسان فما بيقبلش عليه الغلط. عشان كده في تعبير عجيب قاله القديس يعقوب، قال الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد. كلمة غريبة، هو الروح القدس بيحسد؟ لا، هي مقصود بيغير علينا، جاية من تعبير إلهنا إله غيور. الروح القدس اللي سكن فينا بيغير علينا إحنا بتوع ربنا، ما ينفعش نبقى بتوع الشيطان، فبيغير علينا من المشغوليات البطالة والشهوات البطالة، بيغير، فبيقعد يبكت عشان يرجعنا تاني لعقلنا. فهنا بيقول الروح الحكمة محب للإنسان، ودي طبعا إعلان عن علاقة الإنسان بالله. الروح القدس هو ربنا، الله وكلمته وروحه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث، فالآب والابن والروح القدس الله محبة. علاقتنا إيه بيهم؟ يحبونا. الأقانيم ثلاثة بجوهر واحد بطبيعة واحدة بيحبوا الإنسان. الله الآب خلق الإنسان على صورة الابن، على صورة الله، وبعد كده حب يحط فيه الروح القدس، بس بعد ما ينضف من الخطية، فجي المسيح يفدينا عشان يحط روحه فينا. يبقى هنا بيقول روح الحكمة محب للإنسان فلا يبرئ المجدف. دي تعلمنا حاجة مهمة، أو لما تحب واحد ما تسكتش على غلطه. لما تحب واحد ما ينفعش تفضل ساكت على غلطه، لأنه لو فضل غلط هيهلك. ففي بعض الحب بيبقى حب سلبي، يعني أب شايف ابنه من بدري ماشي غلط وبيسكت، يقولك مش عاوز أزعله. يزعل ولا يهلك؟ ما يزعل. إيه يعني يزعل شوية بس يعقل؟ إنما هتفضل ساكت بقولت ما يزعلش، لا، أنت على فكرة مش بتحب. لو كنت بتحبه كنت نبهته، كنت واجهته، كنت وريته إنك زعلان بأي طريقة. فهنا روح الله لأنه محب للإنسان ما بيسكتش على الغلط. فهمتوا الآية معناها إيه؟ ما بيسكتش. ليه؟ لأنه لو سكت يبقى ما بيحبش الإنسان. روح الحكمة محب للإنسان فلا يبرئ المجدف مما نطق. يعني كل كلمة تقولها غلط تلاقي الروح القدس ما يسيبكش، عاوز يشاور لك أنت قلت كده ليه، كل كلمة بطالة مش عاوزة تطلع منك تاني، ولازم تتوب عنها عشان تتنق، لأن الروح القدس عاوزك قديس. فالروح القدس ساكن فينا عشان ما يبقاش فيه ولا خطية فينا، نبقى قدسات لقديسين. يبقى الروح القدس ساكن جوا قديسين. لأن الله ناظر لكليتيه، دايما تعبير الكلى كان مقصود بالداخل، لأنه كانوا يعني بيستخدموها كاستخدام أدبي. تلاقوا في المزامير كتير كتير كلمة الكليتين، يعني إيه يعني إيش معنى الكلاوي يعني؟ لا، هي مقصود بها الداخل. يعني أنت ممكن قدام الناس تتجمل، طب والروح القدس شايف جوه؟ فأنت تعمل علينا يعني قديس وبتاع، لكن قدام ربنا، ربنا كشف القلب. فعشان كده مش هيجامل في الحق، هو عاوز قلبك نظيف. رقيب لقلبه، اللي هي نفس المعنى، يعني بيراقب قلبك. قلبك نقي بجد ولا ملوث بالكرامة والكبرياء، ملوث بشهوات، ملوث بغيرة مرة وحقد، ده تلوث. فمش هيوافقك على كده، مش هيسكت لك على الغلط. فتلاقي الروح القدس ايه؟ يبكت. والدم كلام مناسب للصوم الكبير. ليه؟ لأن لما بنقعد مع الإنجيل كتير، أو نصلي قداسات طويلة، أو ناخد خلوات في الصيام، الروح القدس بيفرح، لأنها فرصته ينقينا، فرصته يشاور لنا. أنت مش بتحب كفاية، أنت لسه متعلق بالدنيا، أنت مش بتقبل من ربنا كل حاجة. يشاور لك على حاجات كتيرة ناقصة جواك. فيبقى ده عز شغل الروح القدس اليومين دول عشان يرجعنا قديسين. رقيب لقلبه لا يخفل وسامع لفمه. يعني كل كلمة بتقولها الروح القدس سامعها، وكل فكرة أو شعور بيعدي عليك الروح القدس مراقب. عشان كده في المزمور بتاع باكر 18 يقول إيه؟ كي تكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية قدامك. الروح القدس يوصل لك تبقى كل كلمة طلع صح، وكل شعور نظيف، مفيش حاجة وحشة. يبقى من أول إصحاح شاور لنا إن الحكمة هي الامتلاء بالروح القدس. افتكروا المعنى ده. من هو الحكيم؟ هو الممتلئ بروح الحكمة اللي هو الروح القدس، هو الذي ينقاد بروح الله، لا بالعلم ولا بالذكاء ولا بالخبرات، لا لا،
الحاجات دي ممكن تبقى إضافة يعني، لكن الأساس إيه؟ ده ما ينقاد بالروح، هو ده بقى الحكيم بجد. إن روح الحكمة محب للإنسان فلا يبرئ المجدف مما نطق، لأن الله ناظر لكليتيه ورقيب لقلبه لا يخفل وسامع لفمه. لأن روح الرب، دي تالت آية بيتكلم عن الروح القدس، سمى روح التأديب، سمى روح الحكمة، وبعدين قال عليه روح الرب، ملأ المسكونة وواسع الكل عنده علم كل كلمة. يعني إيه؟ يعني الروح القدس بطبيعته غير محدود، مالي كل مكان ولا يحويه مكان. يعني إيه؟ لأن ده روح ربنا، فما فيش حاجة مش شايف، ما فيش معلومة مش عارف، ما فيش نقطة في الكون ده كله غايبة عنه، لأنه كل الحكمة. فهنا واسع الكل، الترجمة مقصود بيها إيه؟ الذي يملأ كل شيء والذي يحوي كل شيء، لكن لا يحويه شيء لأنه غير محدود، هو اللي شايف كل حاجة وبالتالي عارف أنت صح ولا لا. فبيقول عنده علم كل كلمة، يعني مش ممكن ربنا يغيب عليه حاجة. فده يطمنك لو أنت بتتعامل مع الروح القدس، يا روح الله يا عالم كل الأمور يا كنز الصالحات يا معطي الحياة، اديني شوية حكمة من علمك، قول لي أعمل إيه في المواضيع دي، لأن أنت روح الله شايف الماضي وشايف الحاضر وشايف المستقبل، وروح الله هو الله، فبه كان كل شيء. روح الحكم ملأ المسكونة وواسع الكل عنده علم كل كلمة، فلذلك لا يخفى عليه ناطق بسوء. حدش يفتكر لو قال كلمة فاتت على ربنا، يعني لو فكر فكرة كده ايه خنصرها من ورا ربنا، مفيش حاجة اسمها كده، لا كل حاجة قدام ربنا. ولا ينجو من القضاء المفحم، يعني لو ما تبش الإنسان مفيش خطية ولا كلمة ولا فكرة مش قدام ربنا. وده اللي بيشجعنا على التوبة، ليه؟ أين أذهب من روحك يا رب؟ من روحك أين أختفي؟ هروح منك فين؟ هتروح يمين تروح شمال تطلع فوق تنزل تحت، وشايفك وعارف كل اللي جوه وزي اللي بره، شايف كل حاجة. فمفيش غير إنك تتوب تقول له طب سامحني هروح منك فين؟ أنت بتحبني وعاوز كل حاجة فيا صح، وأنا لسه كل حاجة غلط. لكن روح التأديب القدوس قادر أنه يقدس الإنسان، بس عاوز أتوب. مناخ عمل الروح القدس هو التوبة. التعبير ده مهم، ليه؟ كيف يعمل فينا الروح القدس بحرية؟ في جو التوبة. ليه كنيستنا مصرة أن الموسم ده يبقى كله توبة؟ صلوات مغليانة توبة والمزامير والمطانيات ليه مناخ التوبة ده؟ لأن ده الجو اللي يشتغل فيه الروح القدس وينقي القلب. لما تطلع بره مناخ التوبة، لا ما تعرفش تتنق، ما تدقش، ما تتحركش ولا خطوة لقدام. فالحرص على مناخ التوبة من الزهد، من النسك، من الهروب، من المشغولية، من تذلل أمام الله، كل ده يجعل الروح القدس يعمل فيك بحرية ويعمل فيك بقوة، فتلاقي فعلا تغيير. لا ينجو من القضاء المفحم، يعني القضاء النهائي اللي جاي مين يهرب منه؟ ما حدش يقدر، لأن حتى تقف قدام ربنا تقول له ما حصلش هتبقى كذاب، لا حصل، لأن ربنا شايف كل حاجة. فلو الناس كلها ما شافتش ربنا شايف، يبقى لازم ترجع تقول له أخطيت من بدري عشان اللي عملته ده يتشال. لكن سيفحص عن أفكار المنافق وكل ما سمع من أقواله يبلغ إلى الرب فيحكم على آثامه. بيأكد المعنى أن ربنا سامع أقوال المنافقين. صوروا كده أن واحد عمال يتكلم عن فضائله، السماء سمع إيه؟ سمع كذب، الناس مش واخدة بالها أنه بيكذب، لكن السماء عاوزة تقول له إيه؟ أسكت، فضائل إيه اللي بتحكي فيها؟ تحب نكشف للناس الوش الثاني الرذائل؟ ما تخليك ساكت. يبقى هنا ايه؟ يفحص عن افكار المنافق وكل ما سمع من اقواله يبلغ الى الرب فيحكم على اثامه. ليه في ناس بتدين بعضيها؟ لان اللي بيدين ده مش شايف اخطائه، شايف نفسه كويس، فطول النهار يبص للناس على انهم معيوبين وحشين.
ده منافق لأنه مش شايف نفسه، بينما عمال العداد يعد عليه في السماء أنه الخطايا عمالة تترصد وتتخزن لأنه هو منافق. لو هو تائب لا يعني الناس تغلط، اللي يغلط يغلط ربنا يهدي الكل، بس أنا عاوز ألحق أتوب، ده اللي يشغله. يبقى الواحد مشغول طول الوقت بتوبته ونقاوة قلبه، فما يعرفش يدين حد، مش فاضي للإدانة، ويهرب من دينونة الناس لأنه دائم الإدانة للنفس. يقول كل ما سمع من أقواله، يعني الروح القدس سمع أقوال المنافقين، يبلغ إلى الرب فيحكم على أسهم، لأن الأذن الغيرة يعني الأذن الغيورة بتاعت ربنا تسمع كل شيء. يعني ودن ربنا ما يفوتهاش حاجة. في ناس تقول لك يمكن الكلمة دي ما خدوش بالهم منها، أيوة الناس ما خدتش بالها، بس الكلمة دي ربنا خد بالها. ودان ربنا غيورة، يعني ايه؟ ما بتفوتش ولا حاجة، وبالتالي عاوزة نقاوة بقى مننا، الواحد يحسبها بلسان. الأذن الغيرة تسمع كل شيء، وصياح المتذمرين لا يخفى عليها. يعني لما الواحد يبرطم كده ويتأفف ويشكي، طب ده كلام؟ بدل ما تشكر ربنا على النعم اللي في حياتك، ما هو الكلام ده دخل عند ربنا، سمع، سمع انك بدل ما تقول اشكرك يا رب اعترضت ولخبطت في الكلام، طب ما دي خطيه كبيره، تذمر خطيه كبيره، لانه يليق بالبشر دائما الشكر، لان هم اساسا اتوجدوا نعمه من ربنا، وحد فيهم دفع ثمن وجوده واتسطر عليهم بنعمه ربنا، وكل بركه في حياتهم هديه مجانيه من ربنا، ووعد الحياه الابديه للتائبين اللي فيهم ببلاش. فيبقى الناس المفروض تقضيها شكر لو هم حكماء. فلما يبقى الواحد فينا فيه تذمر، افتكر ان كلمة التذمر دخلت السماء وزعلت ربنا. الروح القدس سمع بدل الشكر شكوى، فطبعا بيحزن. ليه؟ لانه يليق بكل البشر يكونوا دائمي الشكر. وعشان كده المزامير الاخيرة تقول لنا الشجر بيسبح والعصافير بيسبح والقمر بيسبح والبرد بيسبح، يعني يا بشر سبحوا. يعني إذا كانت الخلائق اللي ما خدتش كل اللي انتوا خدتوه كلهم يعتبروا دائمي التسبيح، طب انتوا يا بشر ما تشكروش؟ انتوا اللي اتخلقتوا على صورة الله وخدتوا العز كله ومعروض عليكم الأبدية، وانكم تبقوا أولاد الله، ده انتوا المفروض تقودوا الكون كله في التسبيح. فاحترزوا من التذمر. احنا ما زلنا في الاصحاح الاول من سفر الحكمه، عرفنا ان في نوعين من الحكمه ضمنيا، حكمه مرتبطه بالمكر والغش دي بتاعت الدنيا، حكمه جايه من فوق اللي هي المسيح يسكن القلب بالروح، او روح الحكمه تدخل فيك، فالامتلاء بالروح القدس هو الحكمه. حكمه تخليك واعي ان ربنا شايف كل خطوه وسامع كل كلمه، فدايما في حالة قداسة، في حالة حذر، في حالة انتباه، عشان ترضي ربنا في كل شيء. وقال لنا ان الحكمة ما بتسكنش مع الأشرار، ما تصدقش ان في واحد شرير في سلوكه وحكيم في عقله، فيش كلام زي كده في الحقيقة. احترزوا من التذمر الذي لا خير فيه، وكفوا ألسنتكم عن السلب، فإن المنطوق به في الخفية لا يذهب سدى، والفم الكاذب يقتل النفس. هنا اتكلم عن ثلاث خطايا مرتبطة ببعضها، خطية التذمر وخطية السلب. السلب بالسه مقصود بها كتر الكلام والبرطمة، معرفش البرطمة دي تفهموها ولا لا، اللي هي كلام ملوش لازمة كتير، ويميل ان يكون في شكاوى كتير، فتلاقي حكاوي في الاخر تضيع وقت، وكمان بتتعب ودان الناس اللي حواليك وتفصلهم عن ربنا، اسمه سلب. فدي خطية، عشان كده يقول لك في آخر الأيام هيبقى الناس ثالبين، جاية في تيموثاوس، الناس ثالبين يعني دائم الشكوى ودائم البرطمة ودائم الحكاوي الفارغه. ده اللي احنا شايفينه في الزمن ده، كلام كتير قوي ملوش لازمة، يتصطب عليه كله الدنيا تروق شوية.
فهنا بيقول الخطيه الاولى التذمر، والثانيه السلب، والثالثه الفم الكاذب. كذب. ثلاثه مرتبطين ببعض ليه؟ المتذمر شكاي ونمام، والمتذمر النمام بيهول وبيضخم وبيبالغ فيبقى فمه كذاب، لان الحقيقه غير ما بيقولها. موضوع ما يستاهلش كل الكلام ده خالص. احترزوا من التذمر الذي لا خير فيه. لا يمكن تكون فيه ناحية تذمر أو شكوى يطلع منها خير. وحتى في العلاقات الإنسانية يا جماعة، لما أم تفضل تشكي من عيالها، هل دي تربية؟ هل دي فايدة؟ لا. لما واحدة تفضل تشكي مع أصحابها ولا أخواتها من جوزها، وهو ده هيجي منه خير؟ ده هتزود المشكلة. طب روحي واجهي جوزك بالتضاعة كده، بصلي كويس، تتحل المشاكل. والسلب، كلام الكتير ده فيه منه خير؟ لا طبعا، كلام الكتير يفتح أبواب كتيرة للخطية. والفم الكاذب، لا ده الفم الكاذب يقتل النفس. يقتل النفس يعني إيه؟ هنا ده تعبير مهم قوي وموجود كتير في العهد الجديد. في حاجة اسمها موت النفس قبل ما تموت. في نفوس كتيرة عايشة بس هي روحيا ميتة، زي ما اتقال في مثل الابن الضال، ابني هذا كان ايه؟ ميتا. هو كان ميت؟ لا، هو ميت من ناحية النفس، لما انفصل عن ابوه مات بالروح. عشان كده في يوحنا 5 المسيح يقول تأتي ساعة وهي الآن، ساعة ما وقف المسيح بيتكلم فيها، يسمع كل الأموات صوت ابن الله. مين الأموات اللي هيسمع صوت المسيح دلوقتي؟ الأموات في الخطايا. يبقى اللي هيسمع صوت ربنا ويمشي وراه هيقوموا من حالة الموت اللي هي خطيتهم، يرجعوا بالتوبة. فالتوبة قيامة، التوبة قيامة النفس، لأن النفس ميتة في الخطية. الشخص اللي تعود على الكذب ده ميت، ميت، ولو فضل على كده هيدخل على الهلاك الأبدي، هيموت إلى الأبد. لكن هو الموت بدأ فيه دلوقتي من حالة الكذب اللي هو فيه، فما يقوموش من الموتة دي إلا التوبة والتوقف عن الكذب. وهكذا التذمر، وهكذا الثلب. وبقول لكم بيجيبوا بعض ليه؟ لأنها كلها حالات منفصلة عن الروح القدس. الروح القدس عكس بقى دول. الروح القدس روح الشكر عكس التذمر، وروح الهدوء عكس الثلب. الشخص الروحاني تلاقوه هادي، طلع الكلمة بحساب. والروح القدس روح الحق، ما عندوش كذب أبدا، مفيش مبالغات ولا في كلمة كده ملهاش لازمة، كلامكم نعم نعم لا لا، ما زاد عن ذلك من الشرير. كلمة زيادة تبقى من الشيطان على طول. يبقى نبهنا ان ما فيش حكمة مع حالة تذمر، ولا حكمة مع حالة رغي كتير، ولا حكمة مع حالة كذب. عشان برضو من الاول كده يقول لنا عاوزين تبقوا حكماء اشتغلوا على الحاجات، قاوموا في حياتكم الامور دي عشان تبقوا حكماء. تعرفين انه في كورنثوس الاولى 10 لما القديس بولس لخص حياة العبرانيين او اليهود في زمن موسى، جزء رائع جدا، كورنثوس الاولى 10 من اول عدد 10، قال مش عاوزكم تجهلوا ايها الاخوة ان ابائنا زمان اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر، وجمعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وشربوا شرابا واحدا روحيا، لان شربوا من الصخرة والصخرة كانت المسيح. قاعد يقول لهم كل العز ده والشعب ده هلك، والحاجات دي كتبت عشان تحذرنا. ليه؟ حط لهم ثلاث خطايا كبيرة قوي. الشعب اليهودي بتاع سينا بتاع موسى، خطية عبادة الأوثان، وراها الإباحية، وراها التذمر. دايما الواحد يقول معقولة يا ابونا بولس التذمر يجي جنب الوثنية ويجي جنب الإباحية؟ خطية وحشة جدا. فقال لا تتذمروا كما تذمر قوم منهم فأهلكهم المهلك. يعني كان في هلاك شديد بسبب الخطية دي. إذا في بعض الخطايا تخدعنا بقولة إنها خطية صغيرة. لا، الخطايا اللي بتبان صغيرة زي الإدانة وزي الرغي وزي التذمر، لا دي خطايا فظيعة قادرة تهلك الإنسان، تقتل النفس. وبالتالي عاوز تبقى حكيم، توب عن الخطايا دي. لا تغاروا على الموت في ضلال حياتكم. هو بيكلم عن سيرة الموت، الموت الروحي. قال لهم ما تجروش، تغاروا هنا يعني تسعوا،
لا تسعوا إلى على موت روحي في ضلال حياتكم. يعني ما تستعجلش هلاكك، مفروض انك انت تتوب وتلحق نفسك، لكن انت مكمل في الشر زي اللي بتجري على هلاكك على أذاك. طب الحق توب. فهنا لا تغاروا على الموت، كأن فعلا الناس بتغير على الهلاك، يعني بيتسابقوا على جهنم، بيتفننوا في الشر كأنه الجحيم ده حاجة حلوة قوي، خايفين يروح من إيديهم. ده حاجة تخوف بجد، حاجة مرعبة، تسابق على الشر ده. هي الجحيم هيروح من إيديكم؟ ربنا يحمي الكل، لأنه إيه، أبواب الجحيم لا تقوى على الكنيسة بقى اللي عايشة بالروح، ولاد ربنا المركزين، لكن جحيم عمال يبلع كل يوم. فلا تغاروا على الموت في ضلال حياتكم، يعني لو استمر الضلال في الحياة كأن الناس مشتاقة إلى الهلاك الأبدي، مصرة على الفناء الهلاك. ولا تجلبوا عليكم الهلاك بأعمال إيديكم، ما تجيبش النتيجة الوحشة لنفسك بإيديك. سكة الخطية دي آخرتها وحشة. طبعا الكلام ده هو من أول التكوين للرؤية. يعني حد فيكم سمع حاجة في سفر الحكمة غريبة عن اللي يعرفه؟ هو ده الوعظ العادي، هو ده اللي قاله المسيح في العهد الجديد، وهو ده اللي موجود في العهد القديم، لأن ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، والمطلوب هو حب الرب إلهك من كل قلبك، وابعد عن الخطية، وتحب قريبك كنفسك، وبالتالي لا تكذب ولا تتذمر ولا ترغي رغي بطال. لا تجلبوا عليكم الهلاك بأعمال أيديكم. إذ ليس، الآية دي مهمة أوي، ركزوا فيها بقى، لأنها تمثل حقيقة ضد الإلحاد عموما. ليس الموت من صنع الله، ليس الموت من صنع الله، ولا هلاك الأحياء يسره. على فكرة الجزء اللي جاي كله بقى للي منكم عارف قد إيه العالم اتملى بالإلحاد، ده كأن سليمان عايش معانا اليومين دول وعارف بيتقال إيه، لأن كل أفكار المتشككين والملحدين هتتعرض في الإصحاح اللي جاي، كل الأفكار الأساسية. وبالتالي صح، ده كنا بندرسه في البرنامج الدفاعيات، من كتر ما دقيق جدا في رصد أفكار الشك والإلحاد بتيجي إزاي والرد عليها إيه. فمن ضمن أفكار المتشككين إنه يقول لك ربنا خلق الموت، فرض علينا الموت، إذن ربنا إله شرير لأنه بيتلذذ بموت البشر. الحرية دي هي اللي بتأكد إن ربنا بيحبه جدا، لأنه لو خلقه زي الحيوان محكوم بغرائزه ما يبقاش إنسان، أو زي الشجرة محكومة بصفاتها خلاص مش حر، إنسان حر. وأكبر نوع من الحرية هو أن تقول للي خلقك لا، دي أكبر مستوى للحرية، ده يعبر عن حب فائق، لأن كلف ربنا صليبه، الحرية دي كلفته يجي يتجسد ويموت من أجلنا حبا فينا ويضمن الأبولوشار. لا تشاء هلكهم أبدا، تتمنى يرجعوا ربنا ويتوبوا قبل ما يخلص الفرصة. ده يبقى كل اللي جواك مهما عملوا فيك أو عملوا غيرك، يبقى عندك قلب ربنا الطيب، غرض ربنا الطيب ده. ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسر، لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. ده تأكيد على الكلام، لم يخلق الإنسان للفناء، لأن دي التهمة اللي بتيجي في ربنا، خلقنا ليه لما هيفنينا؟ خلقنا ليه لما هيموتنا؟ يبقى إله قاسي. هو الحقيقة خلقنا عشان نعيش للبقاء مش للفناء، وإحنا اللي اخترنا الموت والفناء، ورجع لنا الحياة تاني من خلال ابنه الوحيد مصدر الحياة. فهنا بيقول إنما خلق الجميع للبقاء، فمواليد العالم إنما كونت معافاة. الحتة دي مهمة أوي في الترجمة الأصلية، معناها كل مولودين البشر خلقوا أساسا بغير فساد، اللي تعبيرنا برضو بتاع القديس باسيليوس لما بنقول إيه، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. والموت اللي دخل للعالم، ما نقولش الموت اللي حكم بيه ربنا أو دخله، لا، دخل بحسد إبليس هدمته. يبقى هنا بيقول مواليد العالم كونت معافاة،
يعني الأصل في الطبيعة البشرية نقي مش فاسد، ده الفساد دخل دخيل ودخل ورا منه الموت. معافاة يعني صحيحة سليمة ما فيهاش فساد. يبقى الأصل في الإنسانية إنسانية نقية. آدم وحواء اتخلقوا من غير خطية، الخطية ده كان اختيارهم، والفساد دخل طبيعتهم باختيارهم، والموت دخل ليهم باختيارهم، واللي دفع الثمن ربنا بعد ذلك كله. إنما خلق الجميع للبقاء، فمواليد العالم إنما كونت معافاة وليس فيها سم مهلك. يعني مش الإنسان اتخلق جواه سم، يبقى ربنا خلق حاجة غلط أو حاجة ناقصة. عشان كده لما يطلع لنا ناس يقول لك الخطية دي اتخلقت مع الإنسان في جيناته، أقول لهم لا يمكن، مفيش حاجة اسمها كده. لو جينات أي إنسان خلته يغلط يبقى ربنا خلقه غلط، خلقه شرير يبقى ربنا شرير. فالحياة دي كلها دعاوي علمية مش حقيقية مزيفة. تأكدوا أن العلم أحيانا يلتوي عشان يصدر للعالم فكرة هي مش علمية ولا أساسية. ما فيش جينات بتحكم على الإنسان يطلع قاتل، ولا جينات تحكم عليه أنه يطلع منحرف من أي نوع. صحيح بعض العلماء بيقولوا البعض عندهم استعداد، حتى كلمة استعداد دي عاوزة تتناقش، لأن كل الناس بالدراسات العلمية تؤكد أن الإنسان حر، وأن ظروفه واختياراته طول حياته هي اللي بتحدد شكله وحياته. لكن ما بيتفرضش على إنسان أبدا من أول يوم أنه يبقى شرير، ما فيش حاجة اسمها كده. إنما خلق الجميع للبقاء، فمواليد العالم إنما كونت معافاة وليس فيها سم مهلك ولا ولاية للجحيم على الأرض. يعني إيه؟ يعني ربنا لما خلق الأرض ما خلقش الجحيم عشان يبقى ده المسار الطبيعي لكل الأرضيين. يعني مش إن الجحيم ربنا حطه من البداية عشان يستولى على البشر، لا، ده الجحيم ده اتفتح لما الشيطان زوغ الإنسان واختار النتيجة دي، يقوم ربنا يقفل الجحيم بصليبه. عشان كده أبواب الجحيم لا تقوى على الكنيسة. عشان كده نقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. يعني غلبة الجحيم انهارت بالصليب، بقى الجحيم اللي بيقش كل البشر وقع خلاص، يستحملش أي واحد يتعلق بالمسيح، خلاص يقف قدام الجحيم كده يقول له مالكش كلام معايا، خلاص داخل على الفردوس. فلا ولاية للجحيم على الأرض. يعني ربنا ما قصدش للأرضيين أن ينتهوا في الجحيم، حاش، هما للنهاية دي إيه؟ ده صناعة البشر. يبقى سفر الحكمة بيعالج معانا قضايا تصلح لهذا اليوم. كلام ده النهاردة صدقوني يناقش على مع الشباب على الميديا بشكل ملح جدا. دي تساؤلات من أول شباب إعدادي وثانوي وجامعة ومصر وغير مصر، لأنه العالم بيروج أفكار لو في ربنا يبقى شرير عشان خلق الموت، لو في ربنا يبقى شرير عشان بينشر الشر. لا الموت ولا الشر قصد ربنا ولا صناعة الله. هو لما الإنسان يغلط يقوم يرمي التهمة على ربنا، ولما يعمل حاجة حلوة يشاور على نفسه؟ ده إنسان كذاب، سامحوني، البشر كذابين. يوم ما يعملوا حاجة يقول لك أنا إيه، ما أي حاجة عدلة ربنا اللي عاملها فيه. واليوم ما يعمل حاجة وحشة يقول لك بصوا اللي خلقني، شوفوا الحكاية بتتقلب إزاي. لكن الحقيقة عكس كده، أن الشر ده اختيار الإنسان، وأي خير في الإنسان مصدره ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة.